انا على اول فيديو جايب بطيخة بس بقطعها كده، وجايب له الشكل اللي بتاع الايس كريم، وبحط لها العصاية، دخل الفريزر بقت زي يكون الايس كريم بقى اللي عندي بيجي من بره. جايب بطيختين قطعهم، طلعهم وحطهم في طبق تقعد تاكل فيها كده، ده كده أحسن. أكيد هي نعمل لها رسمة حلوة كده، إذا بتحبش تصير بطيخة كده في حالها. أغسلها كمان بمية، نعملها نصين. حلو، هي تفاحة اللي بتاعت الجلوت ديت، الكيوي وبطيخ كمان، حطهم في غلة شكلهم حلو. عشائح لا حلو بجد، فكرتها حلو. انا بيعمل لي البطيخ بتاعت الجيلاتي بطيخ، ويحط لها جوه اللي بتاعت الفريزر، عاملة زي مصاصة. حلو، هيطلع شكلها جامد. وبعدين لسه تقعد تقطع ولا أي حاجة، ده فكرة حلوة. ده بيقطعها كده اهو، بيعجنها، بينزلها المية، يعملها ايس كريم برضه. حلو، طب الفريزر الايس كريم حلو، فكرة حلو. يقطع الأشياء كلها خلة، فكرة حلوة. حلو جدا.
يقطعها كمان. أكيد هترسم عليه. ده فكرة حلوة. انا بقطعها كده اهو. فكرته حلوة. عاملة زي شيالة كده. فكرة حلوة. شكلها حلو كده. نعملها زي فكرة حلوة دي. حط راحة نفية بجد. ناس فنانين بجد. والزا كمان عصير بطيخ ده بقى يقعد يقطع بقى في البطيخة بقى. افتري على البطيخة. اقطع يا معلم. واو. فاتك. ما خلاها سليمة خالص. فاتك أمه. كان بيكمل عليه. واو فاتك. كمان ده حنفية كمان ولا ايه؟ حلوة دي. عاملة زي الطومبة من فوق. هنا بيرسم و هطلعها لنا ايه. عمري شخبط خلاص.
ايوه سيبناه بطيخ. يعمل هواية على هيئة بطيخ، شكلها حلو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.